اهلين وسهلين حبايبي الحبيبين، بعد نخرجين ونخرجكم معايا. واخا انا ما عارفاش فين غاده، والله ما عارفه فين غاده. فين غنمشي واس يعني؟ تعالي تعالي وبس. وقول لنا فين نمشيو غاده. بنروح في مكان بنروح. انا قال لي يلا تخرجي، قلت لي يلا توكلنا على الله. قلت نزل الكاميرا نصور هناك هناك على السياره. ما مشوش في السياره عندي؟ لا شوفوا شوفوا دابا بلاش نقول لكم بعدا عاد هذه سيارتي ياك، كنوقف انا كنوقف هنا. شوفوا هاد الشويه اللي خارج. على فكره هذه انت سويت لنا مشكله في هذا، يعني هاد الخط هذا موقف ديال واحد السيد هذا. امس كلمني قال لي لو سمحت خل زوجك تقدم السياره هناك، الخط هذا تكون قدامها. هو معصب قال لك علاش هاد الشويه هذا يخرج هنا وعنده السياره صغيره بحال ديالتي انا، ولا صغيرة منها يعني، راه يكفي هاد الموقف تبارك الله كامل يوقف فيه ويشيط الخيل. كيقول لك لا خاصها هاد الخط هذا يعني ما تكونش هاد الشويه خارج هنايا. ومخلي انا دابا كان هذاك الحويات شويه الصغير هو اللي كيضايقني، ما كنوقفش فيه مزيان. يلا خلي راسك كفيه. وقال لك السعمير مشوف السياره حقته هو ديالو هو، حيت واش مع سيارته هو هي كبيره، سيارتي انا هي صغيره. انا حب سيارتي لو سمحتي. ها تبارك الله. شوف لو سمحتي اللهم لا حسن. والله يجيب شي مرسيدس. ايوه جيب مرسيدس. تبارك الله ما شاء الله. انتم ما اللهم ما عينتوا يعني، ماشي زعما معيناه ولا. المايك طاح المايك. خاصني ضروري مني كنبغي نجلس هنايا نبقى شيل هادي، وهادي خاصها ما تخربش. كيهزها بواحد الطريقه ديالو هو. عشان البس افرض الان لبستها فجاه كذا، لازم تكون مطبقه صح. هاك العقال ترى هذا يستخدم عقال. ها يستخدم حاجة ثانية، احنا السعوديين نستخدم الضرب. والله كتحلف حار. كتحلف والله مو انت يعني، فمثلا لا سمح الله اعتدى عليك واحد، ها ايوه شد العقال. ها انتم حتى من الجوال تبارك الله، الجوال هو 15 هذاك، ها خاصكم 13 يعني. الله يقول جعلنا درجة لنا احنا يعني. اي والله لان الله تستيهم اني انا ظالم واني انا متجبر. لا دابا شوفوا دابا هو تبارك الله ما شاء الله السياره عنده كيف. هذيك السياره ديالتي انا الصغيره والله ما يركب فيها والو ما كاينش. وبعدين انا هذه لازم خاصها تتغير شحال من عام، وعاد غادي نولي ندي لك فيها بنياتك المدرسه. بنياتي؟ ايه مو بنيات سنتي. شنو بنياتي زعما؟ خاصنا يعني تكون سيارة مريحة، خاصها تكون مريحة السيارة. سيارتي سيارتك يعني ما في فرق بيننا. ها؟ سيارتي هي سيارتك أصلا. لا أنا ديما نسوقهاش. وعلى فكرة أنت السيارة هذيك تستخدمينها في الأسبوع مرة أو مرتين. لا لا إن شاء الله يعني دابا من هنا لقدام يوميا. دائما أنت وين؟ ها؟ ما دائما تستخدمين هذه أنت أصلا. اي ولكن هذيك دابا ان شاء الله راه يوميا. ايوا ان شاء الله ربي يجيب المرسيدس ان شاء الله بحول الله. انا بصراحه ابغى مرسيدس، انا اللي ابغاها. ها انتم دابا كونوا منشود، عاوتاني ان شاء الله منين ندير المرسيدس يولي يقول لك نستخدمها يوميا. المرسيدس انت انا بجيب تجيبينها انت ولا اجيبها انا؟ بستخدمها للدوام. وهذه نخليوها للطلعات. للطلعات ومشاوير الطويله وكذا. هي ومن نبغي نستخدمها انا هذاك يوميا غنولي نستخدمها، ملي غتولي المرسيدس راه غنولي بغي لا بغيت انا غنمشي بالمرسيدس. للمحل اللي تحت. غنولي لا بغيت نمشي نجيب مثلا غير الخبز ولا هذا نمشي بالمرسيدس. انت عاقله وما انت حقت الاشياء هذه. يعني غنولي ندير بنات المدرسه ان شاء الله رجولي صافي. راه دابا راه ولات ديال المدرسه ان شاء الله. هذاك الوقت بيكون فيه ثنتين مرسيدس، ها ايش رايك؟ ايوا ان شاء الله. ها خلاص ان شاء الله، الله يجيب الخير. يا رب يا رب تهدئن علينا شوي. دابا قول لنا فين غنمشي؟ في مكان حلو بنروح له. انت مو والله قسمي لبحالي بحالكم، والله ما عارفه انا، والله ما عارفه فين. انا اعرف وش الاشياء اللي تخلي وين رايحين ما ندري. ايوا ايوا ان شاء الله. احنا انا مني خرجت كذا ما عجبني خاطرك شوي اليوم. والله العظيم أيوة. شويه
داير داير شويه شويه الخاطر مداير مداير ايه مداير كيبقى يطقطق عليا شوف شويه خاطر مداير الطاقه السلبيه غالبه العيبه لا اليوم الحمد لله من العيبه هذيك من العيبه العيبه ما ادري وش العيبه هذيك شويه الطاقه السلبيه اليوم ما كايناش بحال البارح 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 انا في حاجه الحين بتحول الطاقه السلبيه الى ايجابيه ان شاء الله وش تتوقعينها مش حاجه حلوه فرحت دائما تحبين انت اكل ولا عرفتها عرفت ان شاء الله انا متاكده غتكون هي 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 هادي ما تكون عاشي سوارة ولا شي براسلي ولا شي خويتم لا خويتم لا خليها مفاجأة خليها مفاجأة خليها مفاجأة أنا أحب المفاجآت أنا كنحب المفاجآت أيوة. بالأخص ملي كيكونوا بحال المفاجآت كيكون بحال هكا شي براسلي صفرة ويلي 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 هادي أنا ما قلتش لك هادي راه مفاجأة كتغيرك تماما يعني الطاقة السلبية ما كتبقاش تدور بك واحد هذه احسن منها شهرين بحالك احسن منها هذه ويلي ايه ان شاء الله انت بس وجدي راست انا موجوده ايه هذيك موجودين انتم احنا موجودين كلنا موجودين خلينا نشوفوا شنو هي هذه المفاجاه هذه ان شاء الله تكون مفاجاه تفاجئ علينا تفاجئ علينا وعليكم ان شاء الله والله صرت القط كلمات انا مفاجاه تفاجئ علينا هذاك النهار قال لي هذاك ديك النهار قال لي يا عمير قال لي كان كيتكلم مع شي زميله في الدوام في الخدمه ويقول لي داوين على الشمس من الشمس وقال لي هو بصراحه كنت كنحط الكاسكيت عمير قال لصديقه قال لي وشنو هي الكاسكيت لا لا هو يقول جاه ضربه شمس وقف الشمس وداخ وطاح مسكين قلت يا اخي كان على تحط الكاسكيت انا طلعت مني كذا من دون ما افكر الموضوع قال لك هو ما عرفش اصلا كيفاش تخرجت من فمه الكاسكيت قال وشو الكاسكيت قلت اسمح لي اسمح لي القبعه الكابوس هذا على قال اسم الكاسكيت قلت قال باي لغه قلت لان بالانجليزي مو كاسكيت الكاب ايوه المهم قال اي لغه طيب قلت والله يا اخي ما ادري بس في المغرب يقولون كاسكيت قال خلاص انت صاير مغربي قلت والله انا صاير مغربي واتشرف ملي كنت ملي كنت نتكلم معاه وانت سيري وانت سيري قلت لي ياك علمناك وحنا معاك وليتي تقول لنا انت سيري ياك وصلنا عند مكان مفاجأة وين الحين الحين يا ذاك شتي ديك المفاجأة اللي انا متوقعة ماشي هي هادي واش انت ليش مستعجلة؟ واخا حتى انا كيبان لي انا ما كاينش ذاك الشيء اللي انا في بيتي يبنونه في خشب شي المالية جاي توريني مثلا هذه شحال من طبقه غيديروا فيها خلنا نشوف خلنا نشوف طيب وقف وقف فيديو شوي عشان لحظه عشان نوريكم مفاجاه دقيقة انا بوقف عادي انا ايوه انت غمضي عيون انا اجي هان زي جوري هان كيف يوقف هذا ما اشوفه خلينا نشوف هذا السعمير ايش من مفاجاه جايب لي انت يا اختي الله يسعدك الحماقة على هذا الشوكولاته هذا تفضلي هذا يعدل المزاج بنسبة 50% وهذا يعدل المزاج بنسبة 300% وهذه الهدايا اللي اخذتها من المحل وتعطوني هدايا اعطوني ما تبقاوش هدايا هذوك كمية اكثر من اللي هناك هذوك راه اكثر من هذو اللي هنايا شكرا شكرا تعدل المزاج ولا باقي والله يسعدك تعدل المزاج احسن وخط. من الذهب والخرابيط لا لا ماشي احسن ها جاب لي الشوكولات قال لي احسن من الذهب نشد فيه شويه شوفوا راه عند المزاج احسن من الذهب 1000 مره لا ولكن الذهب زعما تخيل معايا دابا هادي هادي لو في وسطها هاد العلبه هادي لو تقريبا مثلا وصف وسط منها شي سواره ايوه وكيفاش غتكون ديك ديك هذيك الفرحة وديك لحظة اوكي ما نقولش لك السوارة وانت جيعانة بتاكلينها؟ ما يبقاش فيا الجوع ديك الساعة ما تجوعين صح سبحان الله غيبقى فيا شي جوع سبحان الله لا لا نضحك معك شكرا والله والله يسعدك شكرا العفو انا شفت قلت بعدل مزاجها شوي الله يسعدك وانت تعرفين اعرف تحبين هذه الاشياء الله يسعدك الله يسعدك الله يحفظك ويفرحك ان شاء الله
ما عندي اغلى من صراحه. الله ينور. وتستاهل كل الخير. تستاهل الجنه. ولا ابغى اشوفك تكون زعلان صراحه. والله القسم ماشي زعما كاينه كانت يعني عندي شي حاجه ولا لا ما عرفتش سبحان الله سبحان الله. على فكره راه ماشي غير انا، بزاف بزاف بزاف. ما اش خلى عمير قال لي واش من الجو واش من شكرا راه يكون الجو، لانه قال لك حتى شي صديق ديال العمير قال لي نفس الشيء، قال لي سبحان الله، قال لي راه عرفتي راه انا يا اليوم الطاقة عندي طايحة و لويدة واعر. جيب اللوز هادي اللوز ما غادي نسكر على راسي. واعر والله يشا واعر وريهم اياها. واعر قلت وريهم كريزي. في عندهم واحد الشوكولا جايب فرامبواز فيها فلاش فيها التوت. ايه واعرة تاهي. وصلنا جربوها تاهي. وصلنا واحد الكريمه ديال التوت تاهي دمار. يقول لك اذا كان الانسان اللي تعيش معه ما تراقب مزاجه وتراقب شعوره هذه مشكله كبيره. صحيح. اذا انتم عايشين في بيت واحد مو بس زوج وزوجه، لا حتى اب وابنه، أم وابنها، أخ وأخوه، لازم تراقبوا مشاعر بعض. إذا شفتوا أنه هذا الطرف الثاني متضايق، حزين، معصب، متوتر، ما تدري ليش، تسأله ما يدري ليش، حاول تطلع من جوه هذا. ولا هذا هو الصح. يعني خاص الإنسان أنت تكون راض لي البال وأنا راض لك البال. انا راه دارك البال. انا راه دارك البال ولا لا؟ قولي انت راه ماشي راد البال. خليني نفكر، انت راد البال بقوه. هذا اللي قهرني، راد البال 24 ساعه. انت حاضيتني مو راد البال. قال لي ما جيتش نحدي رزقي. شكون بغيت يحديك؟ ايوا شنو؟ وراه الحاضي الله. الحاضي الله. ولكن انا خاصني نحديك. حظيم من راه درك البال ماشي حاضيك على فكره. بس احلى من يحظي صراحه. انا مبسوط على الحظي هذا. انا راه درك البال عمير حاضيك. شكرا. لا بالعكس. طيب انا خالتي امك الله يرحمها موصياني عليك قاعد يردي لي البال. طيب يردي لي البال. انا راه درك البال. وحده تفكر تستلمني ليش؟ كيفاش واحد تفكر تسلم امي تقول ردي لها الباب. ايوا ماتت امي الله يرحمها، قمت انت تردي لها الباب. كان دائما يقهرني تركيز امي علي. شوف هي مسكينه كانت كتخاف عليك كثير. كانت كتخاف عليك كثير 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 سبحان الله. كانت تتعب وتتعبني حتى. عرفت علاش؟ حيت مع غير مسكين كان عنده غير هو اللي ولد. وهي اصلا عند مسكينه غير جوج، يعني غير بنت وولد. كاين هو واختو. لما تبقي اخوانه اللي كاينين راه من باه. ماشي بس هي مسكينه يعني. كانت بحال قلتو كانت عندها خوف. قلق شديد خوف. كانت كتخاف عليه بزاف. ما خاص ضروري كل نهار يكلمها. طبعا. ماشي مرة واحدة، وراه عادي كل نهار يكلمها. ولكن ماشي مرة واحدة خاصو يكلمها في النهار. خاصو شحال مرة يكلمها. من عرفاتو مثلا مسافر شي مكان مسكينة التليفون ما كيهداش عليه. الله يرحمها. الله يرحمها مسكينة. هي شوف هي هذيك الإنسانة كان سبحان الله كانت باينة على وجهها. طيبة باينة لي على وجهها ضاحكة. قال لي يا عمير حتى من زمان قال لك ما عمرها ما حقدت على شي حد ولا سبات شي حد ولا يا ريت نوصلوا بحالها. أنا بعدا يا ريت وصل لواحد المرحلة ديال يولي يجيني كلشي عادي. سبيتوني عادي. مثلا ما جيتيش عندي عادي. نجي أنا عندك. سبيتيني ما نديش عليك ونجي عندك. ما كرهتش نوصل لهذ المرحلة. واش حتى نتوما ما كرهتوش توصلوا ليها؟ طيب شنو سويت اختبار الحين؟ ها؟ أثبت ونشوف شنو سير.
وسبت شو شنو اخاف العقال يشتغل قبل شوي. لا حاشا وي وي محشومه. يلا نروح لسوق الطيور. نمشيو لسوق الطيور. بغينا ناخذ شي حاجه لجوري باش تشغلها. هو كان قال لي ناخذ ليها شي قطه. لا سمك اول شيء. شو قال لي سمك ناخذ ليها السمك. قلت له راه غتبقى تدخل يديها في هذاك الحوض وغتبقى تجبد السمك وتقتلهم. قال لي صح. شويه قال لي جيبوا لها شي قطه. قلت له القطه حنا ما عندناش اتساع. ما غاديش تصلح ليها. القطه كتبغي الجرده، تبغي المكان ديالها، تبغي. قلت له لا. وكنخاف من هذاك الشعر ديالهم كيدير الحساسيه قال لك، فما نقدرش عليها. هي حاجه قويه. شويه قال لي جيب لي ارنب. قلت له الارنب بحال بحال البسه، القطه راه احسن منها. قلت له عرفتي شنو غدير؟ قلت له ناخذ ليها شي ناخذ لها شي جوج فراخ. غير هو انا ما عرفتش الفراخ النوع المزيان اللي كيطول زعما ما كيموتش دغيا. ناخذ لها المصريين يسمون الدجاج فراخ. هي ما اسمها فراخ، عصافير. عصافير نفس. تخيلت انا بجيب دجاج البيت. كون كان عندنا المكان كون جبت له دجاج. في المغرب ان شاء الله. تضل تبقى كما هي ترفس في الخبز وتعطيهم. في المغرب. ان شاء الله. في المكان هذاك اللي هناك. اللي هناك. اللي هذاك اللي لهي. ايه. انت راه ولا عارف اللي لهي اللي هنا. اري تايا راه اش خلاها صاحبك قال لك وليتي مغربي مغربي. مغربي خلاص. وقلت لكم جيبوا لها جوج فراخ هادو تبقى ملهية بيهم. بالما باغا ندخلها للمدرسه. دابا هي باقي ما يحقش لها تدخل المدرسه دابا ديال غير الروض. الروض خاصها 3 سنين، هي باقي ما كملاتش 3 سنين، يلاه عندها عامين دابا. فدابا غيقبلوها غير في الحضانه، فهمتوا؟ يعني في الحضانه ما بغيتهاش انا، يعني في الحضانه هي شنو راه بحالها غير غيشدوها لك. كيكونوا كيعلموهم القرايه. عندهم والله كيدرسوهم القراءه. لا لا بس يلعبونهم العاب تربويه يسمونها. هي كتستافد منها. تمسك القلم ترسم احيانا. عندهم كورنرات يلعبون فيها اشياء معينه. يعني بعض الاشياء. بس هي زوينه لا؟ تكون صداقات. تشوف الصغار. هذا اهم شيء. تغير الجو شويه. ولكن دابا انا ان شاء الله بحول الله. انا دابا خدامه عليكم حيت لها في ليكوش. واخا صعيبه بزاف. صعيبه صعيبه صعيبه. شوف انا حيت لها السكاته والله ما جاتني صعيبه. السكاته جوج سيمانات كلها ونساتها. واخا دابا باقا كتبغي كتلعب مع خاصها كتحيد لها السكاته وديرها هي وتعاود ترجعها ليها. كتبغي ديرها زعما تقول لينا تقول لي انا بيبي انا بيبي. صافي دابا غناخذوا ليها هادو ان شاء الله يا ربي تلها معاهم شويه. حيت ولات كتدخلتها تتنشفها من الشعر ولا تعضها. تقول لك انا تقول لها نقول لها شو سويتي لها؟ تقول لي سويت شديتها من هنا ولا تقول لي عضيتها هم ولا تقول لي مسكتها من الشعر، يعني تقول لك الحقيقة. هذه في الطريق اللي كتديك وفين كاين بعدا كاين هاد المحل ديال الطيور؟ هذه في منطقة اسمها الحليو في عجمان. حليو؟ بس شوف البيوت هذه متى طلعت أنا ما أدري. هذاك الشيء اللي كنشوف كانت الدنيا فاضية هنا. والله كانت فاضية هنا تماما. ما شاء الله تبارك الله. والله الا قعدت بنات هنا واش هذا ماشي هو هذا المكان اللي ضعت فيه؟ لا 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 ماشي هو هذا. بس شوفي خلال 8 شهور. ايوه زي كذا. كانوا جو حطوها وراحوا. مكانهم بنوها. تبارك الله. والله العظيم. شوف راه باقي مكيبنيو في هذا. شيء عجيب صراحه. احنا قربنا نوصلوا ل اي اي قربنا نشوف قدام الحين محل. محسوب انت ما غير على هنا يا عجمان. عجمان اي عجمان. في عجمان هي. بس شوف المنطقة هذه كيف، شوف 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 الأبراج اللي صار هناك. احنا كم منا ما جينا هنا المنطقة هذه؟ زمان والله يكون أكثر من سنة وعليها تخيلي. عشان كذا احنا نعرف. ايه أنا عاد عرفت المكان. ايه هذا اللي كنا نروح معاه نشتري الذبائح تذكرين؟ ايه. وكنا نروح من هنا على أبو ظبي. صح الطريق المختصر هذا. صح. ومشي هنا في كاين الخيول. والخيول، اي وين الخيول؟ انا كنت ديو سلمان هنا. والله اي الخيول بعد 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 هذا. قدام. خلي سلمان بيجي الحين ونودي مره ثانيه. ان شاء الله.
بس ما ربما ما راح نحاول هذا ابدا لو ايش صح لا خيول ولا هو ممكن يموت على البحر. هذه هنا محلات الطيور هنايا هذه شوفي هذا هي نعم يلا ننزل واو حتى الشمس كانك فران 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 حتى الهواء طيب محل ديال العصافير هانتوما بحال هادو اللي كان باغي ياخذ عمير قال ناخذ له هذا قلت ليه هذا راه غتبقى تدخل ليه الدم لهنايا تجبد دوك السمكات ويموتوا اللهم نشوف لها شي شي عصافير زوينين باقي لها هذوما اللي ما كيموتوش دغيا ياكل ولا هذا ما كنبغيش هذوك اللي كيكون فيهم صداع بزاف انا دخلنا خلاص هادو عندهم خيارات هادشي خرجنا من عند هادوك بان انا عندي خيارات بزاف هادو شحال زوينين شنو هادو تحمق على كم اسعارها هذه ايوا هذه الطيور اللي هنا هذا خلاص زيد على 200 انتم هاد الدجاج البلدي هذا 95 درهم صارينا ناخذ من هذا ناخذ من هذا ناخذ الاخضر اللي وين قبل شوي ورا فيها شفتي انا النظر ديالي ناخذ من هذا هذاك اللي فيه الالوان خذ اللي تبغى انا اقترحت انت بخير خذ وريني انا ما ابغى اخرب المزاج تو سكرت الشوكولاته وري وري هنا وري آه هنا انا ما عندي بس راه تاخذ اثنين هنا واحد فيهم شفت الازرق هذا طيرت ابو جد ايوه هذا ايوه كيف تعرف ما شاء الله عليك ايوه ايوه لا تقتله هنا انت عاد ترى انت المسؤول عنها بذكاء ها خدينا لي هذا لازم انت يكون معه باش نكونش بكرين مع بعض بكرين مع بعض ناخذ واحد اخضر ياك طيب هذا كبير شويه بس بس خضر تكون بس خضر هاي خضرة على أصفر أيوة هذه هنا هو هتاخد أصفر خضر على أصفر هاو عمير جيب وليداته مقضي اليوم خذ واحد في الصفر واحد في الزرق هذا الرجل وهذه المرأة قلت له ما نحط لك رين قول ليش تبغى مشاكل؟ ايش قلتي شو تحط لي؟ اثنين ذكرين يعني. قال لا لازم ذكر وانثى. لازم سبحان الله لازم. خذينا اليوم الماكله ديالهم. هاي. يلا حطهم هنا لفوق احسن. هاي فوق هنا. شغلهم بس اخاف عليهم كيف تصدقين؟ والله؟ صرت خايف عليهم الحين عشان جوري. خايف عليهم بصح. وش يقول لك ما اعطيناهمش الماء؟ في البيت عادي. يمديهم. يلا. هنشوفوا ردة الفعل ديال جوري عاشو غادي تطير بالفرحة جوري غتطير بالفرحة جوري ملي غتشوفهم نقولش ليكم هنشوفوا شنو هذا الدير نصور شنو هي أعز حاجة جابوها لك والديك ملي كنت صغير وأنا صغير؟ شوفي ما قصدت هدايا؟ إيه ولا إيش؟ بحال مثلا انا ملي كنت صغيره كان بالله يرحمه جاب لي فلوس كانوا كيتباعوا عندنا دوك فلوس السيسان اللي شفنا الحين فيه من الالوان كانوا كيتباعوا عندنا حنا بدرهم وعطاني درهم ومشيت خديته وفرحت به وكان واحد خويا حتى هو قريب ليا حتى هو صغير هذاك جابهم قتلهم وانا هذاك اللي بقى عندي بقى وكبير بقيت كنرعاه بشويش بشويش تكبر انا ما اذكر ان جاني اي حاجه من هذه الاشياء العصافير ما عندنا ما كان الكلام هذا موجود اصلا بس احنا كان عندنا في المزرعه كان في غنم كان في دجاج كان في ثعابين عادي جدا عادي اوكي جابوا لك انا لا موجود نلعب معها احنا وكان في ذاك اللي ياكل تلعبوا معاه؟ ايه واللي ياكل الثعابين تعرفين شو اسمه؟ احنا نسميه ورض بس هو يسمونه ورل باللغه العربيه ورل اسم علمي اللي يهجم على الثعابين ياكلهم هذا كنا نلعب معه في المزرعه
نلقاه يشرب الماء نعمع. هو ثقيل ما يقدر يجري بقوه. حنا نطير طيران كنا خفيفين وزن الواحد 5 كيلو مخطين هذا اي فكلمة انه البابا يجيب لي عصافير ويحط ايش الخرابيط هذه. اذكر مرة رحت للسوق كذا اتمشى امشي في الشارع ها وانا صغير والقى جنب المحكمة واحد يوزع فلوس تخيل. عاد ذاك الوقت ايه يوزع فلوس هو ظهر تبع المحكمة. انا عمري يمكن 6 سنوات. تعال 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 هاك ويعطيني 50 ريال. يعني 50 بغيت انجن طبعا يعني انا طفل في السن هذاك ما ذيك الايام او ذاك الوقت ترى 50 ساوي اليوم 2000 يعني 2000 درهم. واروح واشتري كرتون عصير تخيل. انا ما ادري ليش اشتريت كرتون عصير. اسمه عصير الواح واجيبه عند امي من فين هذا؟ قلت واحد اعطاني 50 ريال. من هو؟ من جنة امي. من اللي اعطاك 50 ريال وليش يعطيك؟ طبعا كان يوزع اي واحد يمر مع الطريق يعطيه. فهمتي؟ والله علمته ان المحكمه ما ادري وش وتروح الجيران قالت روحوا شوفوا حد عند المحكمه عنده واحد يعطيه فلوس. تخيلي مسكينه خافت. ايه يوم راحت ارسلت واحد راح المحكمه قريبه قال ايوه صح في واحد يبدو انها من تابع المحكمه او شيء. قالت خلاص هي عطني الباقي. تقول اعطيتها الباقي طبعا كل شيء اقول ابغى عصير شيبتها. اسمعيني خلال ساعه شربت 10 خلال ساعه واحده. كل شيء طبعا اذا ما اعطتني يقول حقي جيبي انا اللي جبته. انت فرحان يا الله بدك جايبه فرحان هو جايب لي عصير. اي طبعا وشربت نص انا اخر شيء فرغت الكرتون بعدين فهمت الموضوع يعني تركت واحد بس في الكرتون. بلي راك سافرك هذا هو شفت هذا اخر واحد انا شربته كله والله بيمرضني بيتعبني. لانه شنو ورا غير المو اي ما في شيء هذه اكبر المو السكر يعني مثلا احنا زمان ما في شيء ترى كثير ترى كانت الناس حياتهم صعبة جدا فيها ايش من وقت ديك الساعة ايش من قبل 15 سنة بس وانا عمري 8 سنوات. قبل 15 و8 كم تطلع؟ ما والو 23 كيف والو تتشاي ما في كثير يعني تبكي على امها تتشاي ها؟ وتبكي على امها مالنا ايوه مالنا تتشاي الله يرزقها الصحة والسلامة اللهم امين. لا يعني صراحة احنا كنا في منطقة بعيد عن المدن الكبيرة ريفية فكانت ظروف الناس كلهم صعبة ذيك الأيام. إي وش نورا ذاك الوقت كانت الناس شوف أنا كنت أروح المدرسة بدون أي مصروف غالبا بدون مصروف أداوم وأرجع ما أكلت ولا شيء. باقا فيه ناس للحد الساعة ما كياخذوش مثلا إحنا عندنا راه كتعطي غير درهم جوج دراهم درهمين كيقنع بها. إيه أنا كنت أروح المدرسة ما فيه وكاين الحين ما والو كيمشي يدي معاه الخبز. ايه طبعا اكيد والحمد لله الحمد لله على كل حال. الحمد لله اللهم لك الحمد لله. والله انا رحت الجامعه الله يرزق الجميع لا عندي سياره وعايش على مكافاه الجامعه وما تكفي اصلا ما تكفي ابدا والحمد لله وش صار درست وكملت وخلصت البكالوريوس ماجستير دكتوراه وانجزت حياتي. ما هو لازم اني تكون حياتي كلها في اي بي. لا مو لازم ترى مو لازم اللي يبغى يوصل مو لازم تكون عنده الحياة لا 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 عشان يوصل ولا عندي سيارة. والله العظيم أقسم بالله يوم من الأيام أنا وصديقي اللي ساكن معي في الغرفة ها أقسم بالله رجعنا ندور في سلة الزبالة على خبز. أوف. والله ورب الكعبة الشريفة انتهت فلوسنا ما عندنا فلوس وجايعانين ما ندري كيف نتصرف. قلت تعال خلنا نشوف السلة لقينا خبز يابس رميناه أمس سبحان الله وبدينا ناكله مع مويه ورا هذا هو اللي خلاكم تطلعوا
تخلصوا دراستكم وتواصلوا تبارك الله. تقولي لي انت جابوا لك صيصان ولا عصافير؟ واش صراحه والله تاعنا غير كانوا بحال هكا عندنا في السوق، ماشي شي حاجه يعني، كانوا كيبيعوهم في السوق، كنا كنكونوا جايين من المدرسه وكنشوفوهم. لا في حاجه واحده عارفه واش هي، امي كانت تقول مثلا هذه واحده من الغنم ما ادري تسموها انتم المعزه ولا الحوليه ولا هذه لك، وهي صغيره جدا يوم تكبر يا اما تبيعها وتذبحها وتقهرني حقتي ابكي اطير انزل اروح اجي خلاص انسى الموضوع. ورا هذه اصعب حاجه طبعا يذبحونها ويحطونها عشان في الثلاجه ويطبخون منها كل يوم. عرفت، فكل ما اطبخوا منها واكلوا وشبعوا قالوا كثر الله خيرك علي انا، اساس انه انا اللي مسوي لهم يعني. قلت لهم لا انا ما ابغى كثر الله خير، خلوها حقتي هي خليوها انا ما باغيش. ايوه مره واحده من هذيك اللي خلوها لي يوم الجمعه، كان السوق يوم الجمعه يجي بجنبنا السوق زي سوق الاربعاء عندكم في بن سليمان، واروح لها حقتي هذيك واربط فيها الشماغ حقتي واروح بها معي للسوق ابغى ابيعها تسوي فيها يعني رتا. كنت مجرم انا. المهم شوي الا طبعا كان عندنا اخوي سعيد، اخوي سعيد كبير، قالت امي الحق يا سعيد جيب اخذ الغنم وراح يلحقني سعيد، يمكن اعطاني كفين ورجع. اي والله ورجع. كنت بروح ابيع ممكن كم ببيعها، يمكن ب 10 ريال عادي ما عندي مشكله، بس اهم شيء ما ادري كم الاسعار ولا اعرف شيء. صغير طفل صغير. فهذه الهديه كان حولي وما تكمل الهديه بعد، بس كنا مستمتعين بصراحه يعني، نطلع المزارع نروح مع اللي كبرنا في السن، نروح نسبح، كان عندنا مويه كثير حول بيوتنا، وادي يمشي، كانت الدنيا حلوه يعني، ما نشعر بالملل ابدا. اليوم الناس عايشين في شقق وعايشين في مدن وبيوت محبوسة كذا وحالتهم حالة. كانت تطح. إيه والحمد لله، اللهم لك الحمد على كل حال. جولي شوفي. شوفي 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 هذه جولي ما انتبهت. ولا حدا عمية. ما انتبهت. شوفي جولي شوفي شنو جبت لك، شوفي هنا. هنا. لا مو هنا. شوفي العصافير. شوفي العصافير. هي كانت ناعسه يلا ما هي مركزه. جوري دايخه والله دايخ. شوفي جوري شوفي العصافير، شوفي تعال شوفي هوبا شوفي واو ولا اهتمت هاي كنا متوقعين يصير معركه دارت لنا اكبر شمس العشيه ما تسوقاتناش.